Like when it's a hug. But that one is. Right, then someone shows this. It's fine. Okay. منو فيليجر؟ القلب يدق ها؟ كيلكس بيعرف يلعب فيليجر ترى. يعرف يلعب فيليجر وهذا لويجي. نبغي كيلكس يسوي هومج يلعب نفسي. لا لا الله يخليك. خيمة. أنا أشوف صراحة ال كماتش أب لفيليجر بشكل مو طبيعي. أكيد. خصوصا إنه يقدر يسوي زون اوت حق لويجي. خذ منه السايد بي. لا لا بيمنعه يسوي سايد بي بعد ما لا انا ما اتكلم من ناحيه اوف ستيج، اتكلم ان لويجي ما عنده ابروتش على يعني الا من كلوز. وفيليجر يقدر يسوي له هذا كلوزنج اوت. بغي ياخذ البولينج بول زايد شويه هني. بغي ياخذ البولينج بول مرتين. انا ما منه ليش ما حد يستخدم الشيره؟ مول ما حد يستخدمها. والله الشيره مستحيل بواحد اوف ستيج. لا تنفع الشيره. هو شوف يعني هاف تو بي كومفورتبل انك تستخدمها اتوقع. واو والبونش اخيس بونش في العالم. احسن استخدام للابي شفته بحياتي. نعم. بغي ياخذ برور ديخ. احس انها كانت بتي. القراب لا تستخدمونها في فيليجر. اخر شيء تفكر فيه تسوي لنا قراب. ابتلت صار معك كلاش بالجاب. هذه حركتي لو سمحت. سماش. كيلك سوى حركتي. نيوترال اي. صاروخ الشيارة بغى ياكل بولينج بول بس للاسف كان يطلع شوي برا. لا المفروض شو كان يسوي؟ يحط الشيارة عشان يقلل الاوبشنز اللي عند الويجي ويغطي الاوبشن الثاني بولينج بول. يعني يخليه على الايدج بس تخويف يعني. ايه لو كمان قبل شهر كان شفنا داون بي. ولا اكثر من شهر كان. اوكي السكند ليتس جراب. سوى قتب على طول. سلمون الرول. اوب ابتلت. يبي يذبحها بالابتلت اللي هي الحركات اللي غريبه انها تذبح شيء. هي الحلوه لريد الرول يعني. هذه سكند ليج جراب صح؟ ايه. هو حلو جميله. ايش يسمونه؟ جاب له اب سماش. مثل ما نتكلم اللي هي الداون تلت اب سماش. بس اتوقع لازم والله كانت عادتي شويه اصلا اظن هو انضرب من الشجره. ما اعرف اذا انضرب ممكن من الخشب. ما حتى من الخشب ما انضرب. لا كان في سمثينج كلاش وذ ذا شيلد ويا الشتمونه الفاير بول. سهير طلعت؟ احس ليش؟ خسرت ضد سلطون بولينج بول؟ ضد سلطون. حلو سوالف فيرن تراب بالداونر. ما ابي اقول هلا ما ابي اقول كيف خسرت ضده. زين خلنا نرد المباراه. ما اعرف ليش تام از جوينج لما يسوي الداون ثرو يسوي نيوترال اي بعده مو ب نيوترال اي اذا جبتها سويت سبوت ترى قويه بس ايه لا لا بس اقصد حتى في اللو بيرسنت يعني ممكن يسوي فورورد اير فورورد اير فورورد اير فورورد اير جراب ري جراب. تقدر تسوي نيوترال اي بعدين تقدر مثلا تسوي داون بي. ايه بس هي. ما بيقدر يقتل اصلا الحين. لا ليش؟ ما ادري ليش يعني كانت بولينج بول بتنهي كل شيء. هي ات كلاشز وذ داون بي اب بي عاده بس ما يعني ما تسوي كلاش. لا هي تشيب كيل ولا شيء يعني. بالعكس والله مو بنا سهل انك تجيبها. اكشلي سهل مو بصعب. اوكي صراحه تستاهل. قاعد يمشي لي في الستيج. يعني كان عنده الفوز خلاص تعرف بس بولينج بول بس نزل له سوى له داون اير. المشكلة مخي مبرمج بغيت اعطي السكور لكيلكس. انت تعرف الحين كيلكس يخسر ضد تميم وانا اغلب تميم يعني انا اغلب كيلكس. واو نعم فلولس. نعيم انسان. لا 1 ستيج. الفايز يوصل الوينرز فاينلز؟ ايه خليفه في الوينرز فاينلز. خليفه اخوك. تام دي هو يلعب دي اظن صحيح؟ ما اظن يلعب دي الحب ماله يلعبه اللي هو كريم. وايد تاخر في الاب سماش اظن. انا رايي من الشخصيات اللي استمتع فيها. جدا. سريع وضرباته قويه
بس الريكفري ها لك عليه. هو جدا سريع في الجوفه يعني. سريع بس بعد يعني تفيد في الريكفري بعد. بس تخيل اذا نزلت نيوترال بي نفس دونكي كونغ ونيوترال اي احسن، انا اشوفهم احسن حركتين عنده. النيوترال بي ما فيها لاج ابدا، ويعني بيت بشكل فظيع. بس عاد طبعا يعني الناس يتعودون عليها بعد فترة. انت تتوقع ان شاء الله في المرات الجاية ان خليفة بيطالب بعد بدوري راندوم؟ اكيد اي الحين بيطالب برو يكون فات فولر مو قادر يضبط عليه دم. ريفيرس ريفيرس مين؟ يعني مثلا انا اختار ليتل ماك وانت تختار فيليجر. تي اوكي زين اوكي نفس الماتش اب زين. ايه بس بدل ما واحد يكون لعيب في المين يكون واحد خايف. شايفه اذا يفكر مستحيل. شو يبي له ليتل ماك؟ داون سماش داون سماش داون سماش. بوريك ليتل ماك ها؟ زين لا ما لعب فيليجر انا خلاص. ما اعرف والله يلعب بكل احد. لا سام يلا سامس اقل وحده في التير. زين كيلكس اخذ الستوك او ما شاء الله متى شو صار مع ان طاقته كانت طاقه تميم ما كانت وايد اتوقع ما خاب ظني. اوكي كان شوف استخدامه كان اوكي بس خيلك سوى شسمونه سوى فاست فول عشان يتفاداها. هذه تقدر تسوي فيها ايدج جارد بطريقه حلوه. بعدين ما غطى اوبشن الرول كمان لو رجع ورا شوي كان حتى الرول غطاه عطاء ابي فورورد سماش كي هي ما يصير الا يستوي فورورد سماش حقت تام هي دي لا لو كنت ورا هنا في نهايه بعيد عن هذا مو عموما مو هاي الموضوع يعني الهيت بوكس ما يضرب. اوكي ضربها في الفريمز 1-1 2 ستوك. اوكي الحين كلمه توها فاز انتم ما تلعبون مع بعض. انا لو سمحت هو يلعب انا طيب صح؟ صح؟ زي يعني لازم نلعوزه؟ تبون تبون على حسب تبون من يفوز. انا بكيلك انا ما يهمني ان شاء الله كل حد يخسر. زين حاقد انا صدق. اوكي اول ما شاف اول ما شاف بيتش قال لا فاتوقع ان اوكي ولا هو على باوزر. انا اشوف بيتش ستندق. شوف صراحه انا حتى في الفور جلوري ما اقدر افوز على ناس يلعبون باوزر بقلاوه. عندي مشكله معاه والله لانه ضربه وعده ينفذ خلاص. قبل كم يوم في واحد بسابل حط فيديو او انه زيرو تو دث بباوزر هل شيلد براين هل شفته؟ اوه بغى ياخذ فروتك. اوكي المفروض تعرف كان عنده الوقت كامل انه يسوي فورورد سماش. اوه حظه تتوقع عشان سوى تك ولا هي اصلا ما كانت راح تصير؟ ما سوى تك. لا سوت لا سوى يا حبيبي سوى تك على البلاتفورم ما يخصه. ودته الصوب الثاني باوزر تي جاي عند بيتش يقول له تعالي وين ماريو تعالي وين ماريو عنك. شو عنده اتوقع الفورورد ثرو اللي تتبع ابيت ممكن نشوف بيمين ممكن نشوف بيمين. اوكي فورورد تب. اوكي زين تميم يبغى يسبنا بس مو مشكله. اب سماش ما ادري فيها انفنسبيلتي اظن والله انت هو اللي حاط تاب جامب يقول لي ما هو تكنيكلي يسويها من الشل فما ينضرب يعني تكنيكلي اذا جيت تفكر فيه ينضرب اوكي لا تنزل يضرب. لا تنزل على باوزر يوم يسويها اوكي الاب سماش يعني مثل ما قلت مستر جيم ممكن نتكلم عن مستر جيم اب سماش داون سماش اب سماش داون تلت وصل اوكي سكند ليج جراب ما هيز نوت كابيتالايزنج اون ات مول اتوقع الحين سايد بي من باوزر بتذبح او على حركه بس مسكه وانت حرفي اتوقع ترى يقدر اذا نقز على طول يقدر بس الابيح بس بيتش ما بيتش ما حتوصلها زين الحين عندنا الوينرز فاينلز خليفه ضد خليفه لا وش بيلعبون خلي يلعبون وينرز فاينلز الحين
خليفة ضد خليفة. وين كاف؟